تشاو، ازيكم؟ النهاردة هنعمل حاجة بالكريمة. في ناس كتير قوي سألتني على طبخات بالكريمة. انا مش بعمل حاجات كتير بالكريمة لانه المطبخ الايطالي ما بيستخدمش الكريمة كتير، يعني في بيستخدموا الكريمة بس مش زي المطبخ الفرنساوي بيستخدموا الكريمة. واعتقادي انا شخصيا ان الكريمة بتغطي على طعم الطبق ده، سهل جدا، واللي ملوش في الطبيخ، اللي ما بيحبش يقف في المطبخ، ده ما بياخدش دقيقتين بالظبط، ومكوناته سهلة وقليلة. يعني هو بيتكون من 3 مكونات. اول حاجة الطبق ده هنعمله طبق باستا، فكل اللي احنا محتاجينه حتة زبدة، وبرضو الطلاينة ما بيستخدموش كتير الزبدة. الطبق ده فيه زبدة، هو غريب انه فيه زبدة وكريمة بس هو ايطالي. وبنستخدم الزبدة وجبنة الجورجونزولا او البلو تشيز او روكفور لو ما عندكمش الجورجونزولا، وكريمة بس. هي المكرونة انا هستخدم اللي هي فرفلة او فرفلة، اللي هي الفيونكا. انا هعمل شخص واحد بس، لكن في الديتيلز انا هحط تحت الكمية ل4 افراد. دلوقتي كل اللي انا بعمله ان انا لو عايز استخدم الفستق، انا عندي فستق فهستخدم شوية فستق، يعني يدوبك معلقة بحطهم في شوية لبن، شوية عشان يطروا عشان اقدر اعملهم زي سلايسز رفيعة. كل اللي انا بعمله ان انا بسيح الزبدة مع الجبنة، وبعد كده بروح حط عليها الكريمة، واروح حط عليها الباستا وشوية الفستق ورشة فلفل اسود، وبكده خلصت الطبق. فده للناس اللي ما بيحبوش وقفة المطبخ، عايزين طبق سريع حلو شهي، ممكن نعمله حتى في الحفلات ما بياخدش وقت خالص، او في يعني العزومات. مش عايز حد شاطر عشان يعمله، يعني اي حد ممكن يعمله، بس لازم تكونوا بتحبوا جبنة الجورجونزولا. والطبق ده انا بهديه لإيمان صاحبتي عشان هي طلبت حاجات بالكريمة. اول حاجة هنا عشان اعملها انا حطيت الفستق في اللبن وهسيبه شوية. هجيب الزبدة والجبنة الجورجونزولا. الجورجونزولا دي معمولة، انا بحبها كده، معمولة كمان بالماسكربونة، يعني هي مش جورجونزولا بس. اوكي هفتحها. اول حاجة الزبدة اللي انا هحطها، يعني لو هحط معلقة زبدة احط معلقتين جورجونزولا، بس عشان تبقوا عارفين انتوا تحطوا زي اللي انتوا عايزينه. هحطه على النار، على نار هادية خالص. انا حاطة الطاسة على البوتاجاز على نار هادية، هحط حتة زبدة وهحط ضعفها تكون الجبنة، وهسيبهم يسيحوا على نار هادية. وهما بيسيحوا انا هحضر الفستق، فهيطلع الفستق اللي هو اللي انا حطاه في اللبن، وهقطعه بالسكينة طبعا بالطول يكون احسن. ديت اوريدي معمولين، اللبن زي بيخليه يطرى شوية فاقدر اتحكم فيه. دلوقتي زي ما احنا شايفين على نار هادية بسيحهم الاثنين، الزبدة مع الجبنة. كده المية غليت خلاص، هشيل الغطاء وهحط الملح. دول 80 جرام من الفرفلة، هقلبها. هنا الباستا قربت تخلص، وهنا انا بسيح الزبدة مع الجبنة. دلوقتي هبتدي احط عليهم الكريمة. على فكرة الصوص ده ممكن يطلع ناشف، فلو حسينا انه ناشف نزود من المية بتاعت المكرونة اللي اتغلت فيها، عشان زي ما احنا عارفين بيبقى فيها النشا بتاع المكرونة، فهي اللي بتخلي الصوص يتجانس مع بعض. دلوقتي هشيل المكرونة احطها على الصوص، وهحط كمان الفستق، وبعدين هروح رشة فلفل اسود. زي ما قلت اذا هو ناشف ممكن ازود من مية الباستا اللي غلي فيها. ممكن احط شوية تاني فستق كده.
وأتمنى أن الطبق ده يكون عجبكم، وأشوفكم في فيديوهات تانية من كارمن في إيطاليا. ما تنسوش تشيروا الفيديو.